السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم. معكم أحمد عبد الرحمن من شركة سبرينج داي. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن فكرة، هل ينفع أنا أشغل المبرد الصحراوي بدون مية أو تلج ولا لأ؟ بداية المبرد الصحراوي، نشرح فكرة هو بيشتغل إزاي. برضو المبرد الصحراوي بيشتغل عن طريق إن خزان المية اللي هو في أسفل المبرد من تحت، اللي هو ده مكانه، تمام، ده خزان المية. طبعا بنقدر نبص على مقدار المية من هنا. فالفكرة ببساطة ان خزان المية بيطلع مية للوح التبريد، فلوح التبريد ده بيمتص المية، والهواء الخارجي بيخش للمبرد عن طريق لوح التبريد وبيخرج عن طريق المروحة دي، تمام، هواء بارد مبطر مرطب بالمياه. طيب انا ينفع استخدم المبرد بتاعي من غير مية او تلج؟ الاجابة ببساطة، ينفع جدا يشتغل من غير مية او تلج، بس طبعا فعالية التبريد بتاعته تختلف، وبيكون ساعتها يعني زي المروحة. بس يعني مثلا نشوف ده، نتحكم في السرعة زي ما حضراتكم شايفين، هو هيشتغل مروحة بس، احنا مش موصلين فيه مية. طبعا لما بيتضاف له مية او تلج بتقل درجة حرارة المكان اللي هو بيشتغل فيه من 10 لحد 20 درجة، طبعا على حسب درجة حرارة المية او المادة اللي داخلة له. يعني كل ما كانت المادة اكثر برودة، كل ما كان بيبرد المكان بسرعة احسن. شكرا جدا لحضراتكم، ولو في اي استفسار ولا حاجة ممكن تسيبوه في الكومنتات، او تكلمونا على رقمنا على الواتس، او تبعتولنا على الايميل بتاعنا. وشكرا جزيلا لحضراتكم، وفي انتظار طلباتكم ان شاء الله. شكرا.